السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا وين محاربين يعني يريدون العودة لعهد الانتصارات. يعني ربحنا ماتش، باقي لنا ماتش تاع تنزانيا، يعني ثاني مباراة، رغم أن يعني الظروف الصعبة اللي مرت فيها اللي راهي تمر فيها كرة القدم الجزائرية بزاف إداريا، يعني إقصاء إداري، يعني جانب الفني جانب الإداري، يعني ظروف صعبة. في هذه الظروف يعني الفوز اللي فزنا فيه كان فوز معنوي للاعبين والمدرب، ونرجع لهم الثقة بعد ما كانوا خايفين يعني من ردة فعل تاع أوغندا. شاهدنا فزنا عليهم، الحمد لله. أنا نقولها ونعاود مزيان اللي طحنا في هذا الجروب، جروب سهل، هذا جروب ضعيف يعني كاش. نشوفوا وين يستاهل المنتخب الوطني تصفيات كأس أمم إفريقيا بالكوت ديفوار، وين بتحقيق انتصار مهم على حساب ضيفه المنتخب أوغندا بثنائية خلال اللقاء الأول أمس يوم السبت، يعني على ملعب 5 جويلية لحساب الجولة الأولى المجموعة السادسة، وتمكنت كتيبة محاربي الصحراء من تجديد العهد مع الانتصارات وتحقيق انطلاقة جيدة إذ تغلبها على المنافس. المنافس يعني ماهوش من المستوى تاع الكبار، يعني أوغندا بنتيجة 2-0 من توقيع عيسى ماضي يعني في وبليلي في الدقيقة 28 والدقيقة 80، يعني وهو الفوز الذي يعد بمثابة دفعة يعني معنوية جديدة بالنسبة لأشبال الناخب الوطني المقبلين على خوض مشوار وأهداف جديدة، خاصة بعد الخيبة التي عاشها الخوض في سنة 2022 والمتمثلة في خروج مخيب لحاملي اللقب القاري من الدور الأول يعني كأس أمم إفريقيا بالكاميرون، ومن جهة تبعها يعني إقصاء المر من المشاركة في كأس العالم بقطر أمام منتخب الكاميروني خلال مواجهة مزدوجة وإن جرت نهاية شهر مارس الماضي. الخوض أنا نقول بلي بروح جديدة، من عرفت تشكيلة المنتخب الوطني تغييرات على مستوى الخطوط الثلاثة، يعني وين حيث اعتمد المدرب إلى عدة عناصر جديدة في ظل غياب بعض اللاعبين الذين طالما شكلوا ركائز المنتخب الوطني في السنوات الأخيرة على غرار صفيان فيغولي والقائد رياض محرز وقديورة وعطال بن عمري. ففي حراسة المرمى وين قرر المدرب الاعتماد على مصطفى زغبة الذي كان عند حسن ظن مدربه يعني بالنظر إلى أدائه وحفاظه على نظافة شباك المحاربين طيلة 90 دقيقة للقاء، ولعل أبرز لقطة كانت ركلة الجزاء التي صدها في الدقيقة 32، وبعدما قام جناح طائر رشيد غازال بدفع اللعاب الأوغندي داخل منطقة العمليات، وهو ما جعل الحكم يعني المصري يعلن عن ضربة جزاء قام فاروق بايا يعني بتنفيذها، لكن الحارس زغبة صدها ببراعة على طريقة الحراس كرة اليد بالرجل، خرجها برجله وحرم الأوغنديين من تعديل النتيجة، كما ظهر الدفاع بصورة جيدة بوجود الثنائي ماندي طوبة في المحور، وأظهر تفاهم كبير يعني بينهما، إضافة إلى تواجد الثنائي رامي بن سبعيني وحسين بن عيادة الذين شكلوا صمام الأمان في الجهة اليسرى واليمنى، سدد معنيا وين أمام لاعبي المنتخب، وين كان سد مانيع أمام لاعبي المنتخب أوغندا، وين حرمهم من صناعة الخطر أمام حارس زغبة. رغم أن وين شاهدنا وين بن سبعيني يعني ما الكرات يعني كل الكرات اللي كانت تجي من عند كانت عند لادفيرسير، يعني نقطة ضعف تاع بن عيادة هي الكرات، يعني التمريرات تاعو اللي كانت تروح
يعني بسهولة للاعبين تاع الخصم. وفي وسط الميدان استعان واستعان المدرب بثلاثي زرقان زروقي وبن ناصر في ظل الغياب في غولي قديورة، وكان اللاعب ميلو الإيطالي بن ناصر بمثابة الدينامو الحقيقي ومحرك فعلي للتشكيلة الوطنية بتحركاته في كل اتجاهات، في حين أن رمزي زروقي وآدم زرقان كانت أمامهم فرصة كبيرة للعودة بقوة، خاصة زروقي بعد الانتقادات التي طالته في الفترة الماضية وبعد لقاء السد المؤهل لمونديال ضد الكاميرون، إلا أن ظاهر وين ظهر بمستوى متوسط نوعا ما أول أمس أو يوم السبت، وهو ما سيجبر الناخب الوطني على التركيز على إحداث تعديل في خط الوسط في الفترة يعني المقبلة، قصد تحسينه وجعله أكثر تماسك وقوة. هنا شو كاين زروقي كاين زرقان، كاين زرقان ما دارش كاين زروقي، زروقي يلعب مباراة واحدة برك مليحة أمام بوركينا فاسو في مراكش بالماضي، وين جرب أكبر عدد من اللاعبين في الهجوم فيما يتعلق بخط الأمامي الذي غاب عنه قائد رياض محرز، وين قاد الثنائي بليلي وسليماني إضافة إلى غزال قبل أن يمنح بالماضي يعني فرصة لبعض العناصر الجديدة على شكل عمورة عمراني ساعيا منهم يعني لبعث نفس جديد في الهجوم، فيما كان دخول آدم الوناس مؤثر للغاية بالنظر إلى التوغلات والتحركات الخطيرة للعاب نابولي يعني الإيطالي الذي يؤكد أحقيته بمكانة أساسية في تشكيلة محاربين مستقبلا. ولعل نقطة السلبية التي عانى منها الهجوم الخوض كانت في اللمسة الأخيرة والنقص الفعلية، حيث أتيحت الكثير من الفرص لرفقاء الهداف السليماني الذين فشلوا في ترجمتها إلى أهداف حقيقية، سواء بسبب غياب التركيز أمام المرمى الجهة ومن جهة وتألق الحارس أوغندا الذي أنقذ شباكه من عدة أهداف حقيقية. التأكيد سيكون أمام تنزانيا، وبهذا الانتصار نجح المنتخب الوطني في المهمة الأولى في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا التي ستقام في الساحل العاج 2023 بنجاح كبير، بعدما تمكنت كتيبة المنتخب الوطني من حصد أول 3 نقاط مهمة في رحلة استعادة هيبة في القارة السمراء، في النظر إلى التأكيد أمام منتخب من تنزانيا في الجولة الثانية في التصفيات والتي تلعب يوم الأربعاء يعني المقبل. تجزي الإشارة لأن لقاء المنتخب النيجر أمام نظيره التنزاني انتهى بنتيجة هدف لهدف بملعب البنين ضمن اللقاء الثاني للمجموعات السادسة، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للمرحلة النهائية بالكوت ديفوار 2023. يعني يروحوا 24 فريق، احنا نورمال الشعب الواحد راه فرحان يعني يقول يا ودي غادي يروحوا غادي تروح 24 فريق، كانوا يروحوا 8 كانوا يروحوا 8 وكنا كاليفو 80 84 86 88 90 يعني كنا نروحوا نورمال، كانوا يكاليفو 8 تحس دروك 24 فريق 24 يكي بس يبقى. كانوا بس 8 بعد 16 ومن بعد 24 نورمال خويا، لا خوف على المنتخب الوطني الجزائري، تجيب فوز راك فايت، تجيب فوز راك فايت، 9 نقط راك فايت على بالك بيا ولا على بالكش، تصور 9 نقط راك فايت. هذه هي قضية ماهي صعيبة علينا، ماهي صعيبة، كل السهل نورمال خويا. كاليفو نجيبو نلبو كون تنزانيا نفوزو يعني نفوتو نورمال، مكاش قاع مشكل، إشكال قاع مكاش، تعرفو يشوفو بلي تنزانيا صعيبة، ما والو، راني نقولكم نعاودلكم، تنزانيا يعني عندها واحد ليترو، سورتو غادي مين تشوفو إلا شوف إلا دخل دونتري، غادي نكتلو البارتي بروميير ميتر، إلا دخل آدم الوناس دونتري. غادي نكتلو البارتيه بريمير ميتو، ويلا دخل دوزيام ميتو فاني غادي تشوفو العجب من عند ادم الناس هذه باش وبالناس يعني سورتو ميليوتيرا ما عندهمش ميليوتيرا، هما ما عندهمش ميليوتيرا،
على هذيك لا خوف على المنتخب الوطني يوم الاربعاء على الساعه الخامسه، على تبان لي انا واحد من الناس قضيه تاع وقت وغادي نفوزوا بكل سهوله، تبان لي بلي قضيه تاع وقت ونفوزوا بكل سهوله، ما كاش لا اشكال. الله.